بدي اقول لكم هلا انه انا هلا عرفت انه اسك نصيف نمبر 1 عم تريند هون بلبنان، فانا بدي اشكركم كثير، وانا هلا عندكم ببلاد بحبكم كثير، بحبكم كثير كثير، وسوريا ولبنان بلد واحد ونحن اخوه، فتحياتي I love you. يا تحياتي لاهل الجزائر الحبيب، وانا بحبكم بزاف بزاف، وهلا عم يقولوا لي فتنا على الترند، ف I love you. تحياتي لأهل ليبيا الحبيبة، أنا بحبكن هلبة هلبة. إيه معقول الغرام ما يخليني نام، يسرقني من حالي نسيني الأيام، معقول الغرام. وخليني شوفك بالليل، الليل بعد الغروب، مش عيب الملقى بالليل، ليل بيستر العيوب. آخر مرة نزلت على سوريا كنت بعيد السيدة ب 14/8، كان عندي حفلة بالوادي، فتحياتي لأهل الوادي وتحياتي لكل أهل سوريا، وإن شاء الله يا رب هلأ عندي ب 13/9 رح كون إن شاء الله يا رب بطرطوس، فتحياتي لأهل طرطوس وللوادي واللادية والشام وجميع محافظات الجمهورية العربية السورية. إيه وسوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي. بدي إلا لسوريا لك دخيل رب ترابك، ما أحلاك وما أشرفك وما أطهرك، أحلى بلد بالكون. لكل حبايبنا بمصر، أنا بتشرف أجي أعمل حفلة بمصر إن شاء الله يا رب بالقريب، بالقريب جدا، فتحياتي لإلكن وأنا بحبكم كتير. أول شي تحياتي، شو انطباع عن الجمهور الخليجي جواهر؟ بدي اقول لك، شو بدي اقول لك، ما الجمهور الخليجي مزوق وبحب الفن واهل الكرم واهل المحبه، فتحياتي لكم. وانا من يعني على المستوى الشخصي انا كثير بحب كثير الفن الخليجي، خلينا نقول لك بشكل عام، فبحبكم. ايه وسوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الارض شربان رجوليتي. بدي الا لسوريا لك دخيل رب ترابك، ما احلاك وما اشرفك وما اطهرك، احلى بلد بالكون.